التمويل. القرض دي كلمة لها أحكامها في الفقه الإسلامي. فلما نروح للشيخ وطالب العلم ونقول له يا مولانا القرض اللي جر نفع حرام ولا لا، هيقول لك أيوة حرام مكتوب في الكتاب كده. إنما لما توصف له الحاجة صحيحة وتقول له ده تمويل، هيقول لك وإيه اللي حرمه يا ابني. فأدي يعني قل تمويل وليس قرضا، جينا بقى نقول كده في الجهاز. ايوه طبعا جينا في قانون الجهاز عشان المصرفي عشان اخرج، ولا هو ده يعتبر تحايل ولا الكلام؟ هقول ايوه. جه الجهاز المصرفي وناقشنا وعملنا وسوينا وكده، وسنه 2004 طلع قانون الجهاز المصرفي، نعم، لغى كلمه قرض خالص بعد مناقشات طويله علميه. وبقى في تمويل. لكن لما تروح النهاردة للبنك تلاقي الموظف لسه نفسه بيستعمل كلمة قرض. لكن هي تمويل. ده حتى كمان لو رحت للمحكمة ممكن القاضي ما ياخدش باله انه ده اتغير، ويقول له القرض اللي انت واخده من البنك. لا، هو مش قرض. ده تمويل. اهم حاجة في الفتوى التكييف. التصوير فالتكييف مع الوضع الحالي، مع الوضع الحالي ذهب بما المحل. لا يخالف الشرع باتفاق الأربعة إجماع الأربعة على هذا باتفاق. ما اللي بيطلع يشكك في هذا الأمر بيشكك؟ طيب. زي ما فضلتك بتقول الأربعة. طيب. يشكك في الأربعة، هو ما قراش على الأربعة. هضرب لك مثلا. فضل. لما طلعت القهوة اللي بنشربها دي، الناس سموها قهوة الصالحين. قهوة يعني ايه في اللغة العربية؟ يعني خمر. فراحوا سألوا المشايخ، مولانا القهوة حلال ولا حرام؟ قال له حرام يا ابني طبعا. قال له بس الشيخ فلان بيقول انها حلال. قال له يا ابني ما ينفعش الشيخ فلان يقول على الخمر حلال، يا ابني حرام باتفاق المسلمين. وظل هذا الجدل قائم نحو أكثر من 300 سنة. القهوة حلال ولا حرام؟ القهوة حرام ولا حلال؟ لغاية ما جه واحد من علماء الأزهر الأكابر وحبس 10 وسقاهم القهوة، فلقاهم كل شوية بيفنجلوا الصبح كده، ما لقاهمش سكروا، ما لقاهمش أغمى عليهم ولا سكروا ولا راحوا اتدهولوا. لا، قال الله دي عكس الخمرة، ده الخمرة بتخلي الإنسان سكران، لكن دي بتخلي الإنسان واعي. ولذلك صدرت فرمانات، فرمان تحرم وفرمان يحل، فرمان تحرم من السلطان العثماني ده، وفي الآخر أحلوها. ليه أحلوها؟ لواقعها. يبقى لازم إدراك الواقع. ما يكفيش الأسماء. زي حكاية إيه؟ الصورة. الصورة في الحديث معناها التمثال المعبود. فجه الصورة حلال ولا حرام؟ قالوا حرام. بقى الله ده المصورون، الله يعني اللي بيعملوا تماثيل للعبادة. نعم. فجه الشيخ بخيت، كان مفتي من 16 ل 20 1900. وقال يا جماعة ده مش الصورة، ده احتباس ظل. كأنك وقفت قدام مراية، راحت المراية حبست صورتك وانت مشيت، هو ايه الحرام اللي في كده؟ فألف كتاب لطيف اسمه الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، وخلص الكلام. جم بقى اخواننا في الشرق والغرب بعد ما مش عارف واحد من العلماء اللي هم بيثقوا فيه قال ده مفيش، بعد كم سنة؟ بعد 70 سنة فأحلها الناس. لازم نعرف حقيقة المسألة. المسألة هنا الأربعة اتفقوا على أنه لا ربا في البنكنوت ولا ربا في الفلوس، ولو راجت رواج النقدين ما فيش ربا، يعني ما فيش ربا خلاص خلص. فضيلة الدكتور علي، الناس على مدار الايام اللي فاتت بيتكلموا في موضوع الربا ده، وبدا يخوفوا ناس ويشككوا في الناس. فحضرتك بتقول هذا امر مباح لا ربا. نعم.
طب هم بيطلعوا يقولوا الكلام ده ليه؟ علشان يضربوا القيادة السياسية ويضربوا مصر ويلعبوا بمقدرات الناس، وإذا وقعوا في ذلك أو هم واقعون بالفعل يغيروا كلامهم. وهذه ألعوبة زهقنا منها، ملينا منها. فالقيادات اللي بتعمل هذه اللعبة اللي هو التشويش والتلطيش والتهويش خلاص زهقنا، والتشكيك خلاص زهقنا، زهقنا من الكلام ده، لان احنا ما احناش فاضيين لهذا وذاك انه يقعد يتنطط التنططه دي. في بعض ناس منهم بيقول لك شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان، وليهم ناس بيمشوا وراهم. شيخ هو بيقول انه بضرب لذلك مثل، جبنا خروف عشان نذبحه في العيد، جبنا خروف جبنا خروف العيد.